التنيمة اللي جاية بتقول بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. القصة ببساطة شديدة يعني محتاجة واحد مصدق ربنا ومصدق حكمته. فيها عدد التنيمة دي يقول له الدين عينين تشوفك وتصدق بالإيمان. واخدين بالنا؟ الدين عينين، عينين روحية تشوفك وتصدق بالإيمان إن مفيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر، انت حكمك صحيح. هاخد منها عددين عشان الوقت. اولها بيقول بالحكمة انت وحدك، بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الامر، كل الخيوط في يدك وامين بطول العمر. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الامر، كل الخيوط في يدك وامين بطول العمر. ليك الكلمة الاخيرة مهما قالوا في كلام عالي وايدك قديرة، قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الاخيرة مهما قالوا في كلام عالي وايدك قديرة، قلبك مليان حنان. صلي معايا العدد ده. الدين يعني انت شوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان. الدين يعني انت شوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر، أنت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر، أنت حكمك صحيح.